شيخ محمد، يعني أشرت إلى نقطة مهمة تتعلق بالروائح الكريهة في المسجد. يعني أحد الأخوة يعني كان يشتكي لي، يقول والله العظيم لا أستطيع أن أصلي صلاة الظهر في المسجد القريب من البيت العمال من شدة ما يجد من رائحة هذا العمال، مع أني يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتخذ ثوبا لصلاته وثوبا لعمله أو نحو ذلك. مسألة تنبيه العمال إلى أهمية هذه المسألة، سواء من إمام المسجد، سواء من مراكز دعوة الجاليات، يعني فعلا فعلا حصل منها الضرر في المساجد. ومن كفلاء وأولياء، يعني الذين أصحاب الشركات مدراء الذين يعمل عمال هؤلاء تحت أيديهم، هذه مهمة نعم جدا. صحيح. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني منع آكل الثوم والبصل، قال فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. طيب أصحاب الروائح الكريهة، طيب العرق الكريه، كل هذا يجب أن يمنع. أي نعم. نريد شيخ محمد يعني أن نقف أيضا بعض الوقفات فيما يعني ربما يصل أنه لا يجوز أن يقام في المسجد أو يكره في ذلك، مثل مسألة سؤال الناس في المسجد، يعني وصل إلى درجة الإزعاج، بل أحيانا في المسجد لا يكون سائل واحد بل سائلين، وأحيانا ثلاث سائلين منذ أن ينتهي الأول والثاني يدخل في قصته ومعاناته. يعني هذه مهنة امتهنها مع الأسف بعض الناس من الرجال والنساء واتخذوها ديدنا لهم، وهؤلاء المتسولون كثير منهم غير محتاجين، بل هم عصابات تنظم لأخذ أموال المسلمين، ويعملون وسائل كثيرة لتصعيب اكتشاف حالهم، وهناك مدارس للتسول، توزيع المتسولين حسب اختصاصاتهم وتهيئة الملابس لهم، بل هناك عمليات تجميل أو تقبيح للمتسولين هؤلاء. كيف يستدر عطف الناس، وما هي القصة التي يأتي بها، ومتى يبكي، ومتى يذرف الدموع، ومتى يوجش بالبكاء، ومتى يصيح، ومتى يرفع الصوت، وكيف يحلف بالله العظيم ويختم بآيات ويستعين بأحاديث، والله في عون العبد ما كان عبده، ويستصحب ولده المسجد، ويأتي بطفل معاق ليصدقه المصلون. وقد ثبت في الدراسات أن صحبة الأطفال مع المتسول يكون لها نتائج ممتازة بين قوسين في حصيلة التسول، وهذا يظهر يعني ذراعه المقطوعة أو بدنه المحروق، وبعضهم يتعمد إجراء عمليات لأجل هذا. صحيح. وقد اتفق العلماء على تحريم السؤال لغير ضرورة، وأنه عليه الصلاة والسلام لما قال من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا بل يستقل أو ليستكثر. أصبح يتفننون شيخ محمد، يعني المتسولين يعني أصبح الآن يعني يأتون بطرق كما شرط، يعني يستجلبون عطف الناس في ذلك، أصبح فن لديهم أن يقدموا نماذج جديدة وطرق جديدة في يعني استعطاف الناس. ومتسولات يتزين لفتنة الرجال، وأيضا يعني أخذ ما لديهم من المال، وسؤال غير الله مذلة، وقضية يعني الوقوع في الكذب والغش والتدليس لأجل هذا التسول حرام، وينبغي إظهار الفاقة والتذل لله عز وجل. وقد مدح الله أقواما لأنهم لا يسألون الناس إلحافة، ومع ذلك المسلم إذا غلب على ظني أنه هذا محتاج يعطيه ويتصدق، وهذا لا يمنع يعني وجود بعض المحتالين، لا يمنع من الالتفات لأصحاب الحاجة الحقيقية. صحيح، خصوصا يعني أصبح يشكى على الناس محمد الآن، يعني كثرة هؤلاء المتسولين، ربما أحيانا بعضهم يعني ترى في وجهه كذبه أو غشه، والبعض الآخر يعني ربما كما أشرت أنه يعني ربما فعلا تجد فيه الصدق، لكن أشكل على الناس من الصادق ومن الكاذب. وأيضا إيذاء الناس بالتخطي الرقاب، ويجهرون جهرا يضر بالناس. صحيح. ولذلك ينهون عن يعني إذا كان ما لا يطردون من جهة يعني أنه قد يكون محتاجا حقيقيا، لكنهم ينهون عن التشويش على الناس. صحيح. ويحرم إنشاد الضوال في المسجد، لو واحد فقد متاع ولا شيء يقول يا ناس فقد سجلت مفاتيح، فقد جوال، من رأى كذا. فما يجوز لا 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 نشدان الضالة ولا الإعلان عن المفقودات بالمكبرات. نعم. يقول وجدت مثلا حامل مفاتيح، وجد جوال، لا. بل سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن يعني إمام مسجد أثي له بطفل صغير بس المساجد الكبيرة، هل ممكن بالمكبر؟ قال يخرج خارج المسجد عند الباب و يرفع صوته خارج المسجد في النداء على ولي هذا الولد. ولذلك فإن بقاء حرمة المساجد وإبعادها عن التشويش
وقضية يعني من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. نعم. وطبعا لو جعلت لوحات مفقودات خارج المسجد أو من برا لا مانع، ولو جعلت من داخل على أساس ما فيها نشدان ولا رفع صوت، صح، مجرد لوحة، فقد أجاز هذا أيضا بعض أهل العلم. ما يتعلق شيخ محمد بدخول الكافر إلى أرض المسجد أو إلى داخل المسجد، ما حكم ذلك؟ أما المسجد الحرام فلا يمكن من دخول، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم. أما باقي المساجد الصحيح والراجح أنه يجوز الكافر إليها دخوله إليها لمصلحة شرعية، فلو قال أنا أريد أن أرى أنتم المسلمين كيف تصلوا، أنا أعرف كيف تصلوا، فإذا جاء بهيئة ساترة، يعني ما هو كاشف العورة ولا هو يعني سكران ولا هو يعني في وضع مزري أو سيء، نعم، فنقول تعال بهيئة حسنة وادخل واجلس شوف كيف نصلي، ما عندنا مانع. النبي عليه الصلاة والسلام ربط ثمامة وكان مشركا في المسجد قبل أن يسلم، ووفد نصارى نجران جاءوه قبل أن يسلموا وهو في المسجد، فإذا إدخالهم لمصلحة عظيمة، مصلحة واضحة، سماع الخطبة كلام الله لا حرج في ذلك. وحتى شيخ محمد يعني ربما يدخل في ذلك مثلا أن يكون مهندسا أو معماريا أو يعني بنانا أو نحو ذلك، ويدخل مثلا تشيك أو إبداء الرأي في يعني هذا إذا ما وجدنا مسلما يقوم بهذا العمل، لأن الأصل ما نثق بهؤلاء في عمران مساجدنا، لكن لو وجدت أشياء استشارية فنية ولا بد منها ما وجدنا مسلما نأتي به لمصلحة ويخرج. مسألة يعني حقيقة جديرا أن يشار إليها ما يتعلق ب يعني هذا موجود في بعض البلدان الإسلامية للأسف الشديد، إما اتخاذ البيوت بيوت الله عز وجل أو هذه المساجد قبورا، أو حتى اتخاذ القبور مساجد. التوضيح حول هذه المسألة. طبعا هذا أمر خطير جدا، لأنه يضاد التوحيد، ولأنه من وسائل الشرك العظيمة، ومما يؤدي إلى عبادة القبور والاستغاثة بأهلها من دون الله. وبعض المساجد المسلمين تحولت إلى مقابر أموات، ويجعل فيها القباب والزخارف، وتعطلت رسالتها. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر أبدا. ولذلك العلماء تكلموا في حكم الصلاة في مسجد فيه قبر، فمن قصد الصلاة في هذا المسجد لأجل القبر والتبرك به فلا شك في بطلان صلاته. قال شيخ الإسلام: فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء أو بعض الصالحين متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله. ولو قال يعني أنا أصلي فيه كذا، بس هو يعني إيش فيه، خلاص أنا ماني قاصد القبر، أنا قاصد المسجد، فله صورتان. الأولى أن يكون القبر سابقا على المسجد فيجب هدم المسجد. يعني عفوا شيخ محمد، هذه المسألة تتعلق بمن يعني يعلم أن هذا المسجد فيه قبر ويأتي، يعني كأنه يقول هذا القبر لا يهمني لكن أنا أتيت للصلاة مثلا، أو مثلا لا يعلم أن في هذا المسجد قبر. لا، في فرق، ما يعلم خلاص، لكن إذا علم فنقول إذا كان القبر سابقا على المسجد فالواجب هدم المسجد، لأنه بني على باطل. جميل. إن أولئك إذا كان فيهم رجل صالح فمات بنوا على قبر مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال شيخ الإسلام: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد عن ذلك. طب إذا كان المسجد سابقا على القبر، فكان المسجد أولا ثم دفن فيه الميت، فالواجب نبش القبر وإخراج رفاة الميت ونقله إلى المقبرة. وإذا كان القبر في قبلة المصلي فلا تجوز الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، رواه مسلم. طب وإذا كان القبر من جهة اليمين أو الشمال أو الخلف، فقال بعضهم تصح الصلاة مع الكراهة وأنه ليس في جهة القبلة، وقال بعضهم بالبطلان في جميع الصور، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء. قال شيخ الإسلام: المسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل،
فإنه منهي عنه. أما إذا كان القبر بجانب المسجد فهو كبقية المساجد، ويفصل بينه وبين المسجد بشارع الطريق أحسن، ويجعل القبر سور وللمسجد سور منفصل.